إذن مشاهدينا الكرام، وبهدف تطوير منهجية لتقييم تهديدات المخاطر البيئية وأثارها المحتملة، وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع للمعهد القبرصي، وقع اتفاقية تعاون هامة. نعم سلمان، وأيضا هذه الاتفاقية تهدف التقدير والتنبؤ بمخاطر التلوث والآثار المرتبطة به بفعل انتشار النويدات المشعة في الغلاف الجوي. خلونا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ولنعود لكم. تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بقضية التصدي للتغير المناخي من خلال تنفيذها للعديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم إطلاق مشروع محطة للطاقة الشمسية وإطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وإنشاء محطات شحن كهربائية للسيارات، بالإضافة إلى مبادرة زراعة 1,000,000 شجرة ومبادرات أخرى عديدة. كما تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، حيث وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي القبرصي اتفاقية تعاون للتقدير والتنبؤ بالتهديدات والمخاطر البيئية والمتعلقة بالغلاف الجوي في الشرق الأوسط. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أبرزت الركيزة البيئية قضية التغير المناخي وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ ودعم الجهود الدولية في هذا المجال. إذن مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها عن هذه الاتفاقية اللي تم توقيعها في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع للمعهد القبرصي. راح نتعرف عليها من خلال استضافة الدكتورة هدى الصليطي، مدير مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عبر الخط الهاتفي. دكتورة مساء الخير، بداية سعداء بتواصل تلفزيون سعداء بتواصلك مع تلفزيون قطر. بداية نبي نعرف السادة المشاهدين بلمحة عامة عن هذه الاتفاقية اللي تم توقيعها مع مركز أبحاث الغلاف الجوي في قبرص. مساء الخير، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة أخواني. في البداية طبعا خلفية إنشاء أو توقيع الاتفاقية جاءت بناء على إنشاء المرصد الخاص بالمخاطر الطبيعية والبيئية. هذا المرصد أنشئ من قبل عامين تقريبا. طبعا كان سبب إنشاء المرصد واللي بناء عليه تم توقيع الاتفاقية هو التطور السريع اللي نشوفه في دولة قطر والمنطقة بأكملها. فهذا التطور السريع اللي في مجالات مختلفة مثل المجال العمراني، السكاني، الصناعي، كل هالأمور هذه يحمل معاه احتمالية زيادة المخاطر طبعا اللي ممكن تأثر على عملية التطور والتنمية في دولة قطر. ومن هنا كان إنشاء هذا المرصد والهدف منه دراسة المخاطر بأنواعها اللي ممكن تأثر على التنمية في دولة قطر. طبعا الاتفاقية مدتها 3 سنوات، احنا بالسنة الثانية، وتهدف هذه الاتفاقية لأهم شيء هو تبادل الخبرات. هذا الشيء اللي احنا ينقصنا في بداية انشاء هذا المرصد، والتكنولوجيا، تبادل التكنولوجيا في مجال تقييم المخاطر، والأهم طبعا تطوير الإمكانيات البشرية القطرية الفنية الوطنية اللي هي في يوم من الأيام راح يعني تشيل المسؤولية يعني بشكل مستقل. دور المعهد أو دور معهد القبرصي هي إنه يشرف على تطوير برامج إحنا موجودة عندنا في المعهد، وإنما نطورها لنحاكي هذه المخاطر ونحاول نفهمها أكثر وأكثر طبعاً. نعم. ونطور طبعاً مثل ما قلت في القدرات الوطنية. نعم. دكتورة، حدثينا عن انعكاس هذا الاتفاق يعني على طبيعة المشاريع اللي نفذها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.
طيب طبعا مثل ما ذكرت انا شوي ان المعهد عندنا لدينا احنا برامج محاكاه متخصصه فنيه ندرس من خلالها الغلاف الجوي والتلوث في الهواء، لكن من خلال هالاتفاقيه احنا بنقوم بتطوير هذه البرامج المتخصصه الفنيه بحيث ان هذه البرامج تقوم بتقدير الكمية والكيفية. هذول الجزئين أو كلمتين مهمين جدا لما أنا بقيم أي خطر على البيئة وعلى الصحة. الكيفية اللي بتم فيها انتشار الغازات السامة على سبيل المثال، التلوثات البيئية الناتجة عن حوادث صناعية، حوادث كيميائية، نووية لا قدر الله أو إشعاعية. التقدير الكمي يعتمد دائما على شدة مصدر التلوث اللي مثلا ناتج عن حادث معين، مثلا مثل انفجار بيروت، مثلا صار في انفجار في مادة، هذه المادة طبعا ولدت تلوث. هذا الكم يعتمد على شدة المصدر نفسه. وفي التقدير الكيفي، وين بتروح هذا التلوث، وين بيروح؟ طبعا هذا يعتمد على بيانات فعلية لاتجاهات الرياح وشدتها وقت الحادث نفسه، هل بيروح شمال، هل بيوصل بعد ساعة، هل بيوصل بعد 10 ساعات، كيف تكون شدة الرياح، يعني هالأمور هذه كلها، الأمطار اللي وقت الحادث، الأمور ذي كلها. طبعا هي الفكرة الحين يعني مو بس تطويرها كميا ونوعيا أو كيفيا، وإنما ليش أنا بوصل، ليش نعمل هالأمور هذه كلها؟ لأن في شيئين مهمين عندنا أنا بيفهمهم، في إيش الآثار الصحية على الناس وإيش الآثار البيئية على التربة والمياه. أكيد. فاللي إحنا نطوره في النهاية إن إحنا نبي نوصل لكمية واضحة من الآثار الصحية في حالة استنشاق أي غازات لا قدر الله يتم إطلاقها في الهواء، أو الآثار على التربة في حالة الترتيب الجاف، الرطب بفعل سقوط الأمطار، ومثل ما ذكرت يعني مسبقاً سرعة ترتيبها، كيفية ترتيبها، الأمور هذه كلها. يعني باختصار إحنا نحولها في النهاية إلى آثار صحية، آثار بيئية، آثار اقتصادية، يعني هنقول قيمة اقتصادية. أكيد. دكتورة، ختاما في هذا الاتصال، يعني أمانة ما يميز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو تطوره على مستوى المختبرات والمراصد والأجهزة اللي موجودة في هذا المعهد بشكل عام، ولكن اليوم لما نتكلم أكثر عن النظام المبكر للانسكابات الإشعاعية والسامة، خلينا نتكلم ونتعرف أكثر على هذا النظام. طبعا نظام الإنذار المبكر المتكامل، خلينا نقول الذكي، يعتمد على 3 محاور أساسية. يعني ما نقدر نقول إن في جهة واحدة تملك هذا النظام، لو بنقول يعني ما راح يكون فعال، لأن أنت في النهاية محتاج إنك يعني تكامل الجهود من مجموعة من الجهات اللي معنية بهذه الأمور. يعني على سبيل المثال في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مثلا لدينا برامج محاكاة متطورة ومتخصصة في الغلاف الجوي، لدينا خبرات فنية وعلمية متخصصة، لدينا بنية تحتية، وهذه أهم شيء بعد مهم، بنية تحتية متطورة للحوسبة السريعة، يعني اللي هي قادرة على أنها تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات وفي وقت قصير، بينما أنت لو بجيب حاسب آلي عادي بياخذ له 15 سنة عشان يعمل شيء حنعملها في دقائق. هذه مثال بسيط. أي بالنسبة المحور الثاني اللي يقوم عليه الإنذار المبكر، الإنذار المبكر الذكي والمتكامل، هو محطات المراقبة للتلوث المتوقع لدى الجهات الرقابية مثلا، وممكن تكون لدى الجهات البحثية. إيش دورها هني؟ هني إنها أنا عندي برامج محاكاة تعملي تقدير للخطر، لكن المحطات اللي موجودة بالبر مثلا أو في البحر تعطيني تقييم فعلي لحظي للخطر، فبالتالي أنا من خلالها أقدر أعمل تصحيح مثلا يعني تعديل للكميات اللي أنا قدرتها من خلال برامج المحاكاة. والمحور الثالث والأهم بعد هي المعلومات اللحظية المباشرة اللي تجيني من التنبؤات الجوية لاتجاهات الرياح وشدتها من الأرصاد الجوية، هذه نفس الشيء تصحح لي الكيفية اللي بينتشر فيها الخطر. فأنا عندي كمية وعندي كيفية، بتجه شمالا بالسرعة الفلانية، في أمطار راح ترتبة، وطبعا لا قدر الله إذا في أمطار معناه أن التلوث يتركز أكثر في المنطقة اللي صار فيها الأمطار. هذا طبعا بالإضافة لأن أنا أقدر المصدر التلوث نفسه، كم قدرته، أقصى قدرة استيعابية لا أقصى قدرة تشغيلية، والأمور هذه كلها. صحيح. يعني صراحة أنا تشكرون على يعني جهودكم اللي تقدمونها الدكتورة
هدى السليطي مدير مرصد المخاطر الطبيعية والبيئة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. يعطيها الصحة والعافية مشاهدينا الكرام، أيام قلائل.